زين استاذ احمد، سؤال اخير قبل ان ننتقل للفقره الثانيه. لو انت بجزيره مثلا، جزيره مقطوعه، وكان اكو شخص واحد تاخذه وياك، منو هذا الشخص راح يكون؟ شخص واحد يعني. اقول لك زوجتي صاحبي يزعل، اقول لك صاحبي زوجتي يزعل مثلا، اقول لك ما ادري منو. لا لا هسه بعد تختار من واحد اللي مقلك. منو؟ لا هو شوف، القضيه ما لها علاقه بالمعزه يعني. مثلا مو هو اعز واحد، الحاجه حاجتك لهذا الشخص ممكن. لا مثلا هو الشخص هو اللي مثلا انت عشت وياه فتره طويله يعني، ولا هو القضيه لو يعني بالمعزه، واحد يقول امي، واحد يقول مثلا خلينا نفرض واحد من اهلي، زوجتي، يعني هو هيك. اذا بس هي القضيه مو بالمعزه يعني، مو فعلا ما لها علاقه بالمعزه. لا لا، رغم انه هذا الشخص راح اقوله هو عزيز علي، عزيز كلش يعني، واحد من اهلي يعني، بس هو صديق عمري احمد اسمه. لا فنان ولا شيء ولا هذا، بس هو هذا تحياتي. حاز زوجتك يعني، ليش ما قلت يلا زوجتي؟ اوكي ليش استاذ احمد يعني، هاي تقبلوها؟ راح اسوي لك مشكله، راح اسوي لك مشكله يوم بالعيد احنا. اي والله، لا هو زوجتي تجي ويانا ان شاء الله. لا والله لا واحد بس. لا لا هو يعني هو هذا، لانه هذا صديق عمري زين. يعني هي حياتي، يعني حياتي كلها وياه يعني. هو حاليا مو متى الرجع استاذ احمد؟ متى الرجع؟ قلت صديقي انا، صديقه. لا مو زوجتي، عاملها مثل صديقه زوجتي. احسن هو الرد الدبلوماسي.